حالة الطوارئ، فرض قانون الطوارئ. في ناس شايفة ان ده شيء كويس جدا وممكن ان احنا ناخد فيه خطوات للقضاء على الارهاب، وفي ناس شايفة انه شيء مش كويس يعني، وعمل لنا ايه الطوارئ قبل كده لما عملناه. رأي حضرتك ايه؟ لا شوفي، قانون الطوارئ اولا لا عمله الرئيس السيسي ولا عمله حسني مبارك ولا عمله انور السادات. قانون الطوارئ اتعمل سنة 58 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ايام الوحدة مع سوريا. القانون 162 لسنة 58، يعني ده واضح ومعروف. هذا القانون بيعمل ايه؟ فايدة قانون الطوارئ ايه؟ ان بيخليني اتجاوز قانون الاجراءات الجنائية واتجاوز التعقيدات اللي المطلوبة مني. يعني لو انا عايز، جالي مصدر وقال لي البيت اللي في اخر الشارع ده هو في عصابة دلوقتي او جماعة ارهابية بتتآمر انها هتطلع تفجر الكنيسة بعد 5 دقايق على معمل محضر، وادور على وكيل نيابة عشان يديني اذن ويناقشني في التحريات اللي انا عاملها، هل هي جدية ام غير جدية وحرمة المسكن ومش عارف ايه، يبقى بالسلامة الكنيسة اتفجرت وهم راحوا في 60 دقيقة. ماشي. انما قانون الطوارئ بيسهل لي إيه؟ ان انا اقوم معاه فورا واخد قواتي واروح امسكهم واحقق معاهم واصل معاهم للي وراهم. يعني شوفي بقى قانون الاجراءات الجنائيه، امسك اللي دول واللي وراهم يهربوا، انما انا امسك دول واتحفظ عليهم سرا واتناقش معاهم واجيب الاخرين اللي ورا منهم اللي دبرهم واللي عملوا واللي كده، وابتدي اقدم قضيتي بهدوء وروي للنيابه برضه. يعني في النهايه هتروح القضيه للنيابه وهتروح للمحكمه. اللي بيقول ان ده انقص من الحريات احيله على قانونين مش ثلاثه، عندي قانونين، يجيب لي واحد منهم نطبقه، قانون الطوارئ الامريكي وقانون الطوارئ الفرنسي. اهم ادي قانون الطوارئ الامريكي وادي قانون الطوارئ الامريكي الفرنسي. قانون الطوارئ الفرنسي دخل البرلمان، قام النواب وقوفا مصفقين للقانون في تعديله في المرحله الاخيره. اللي قال لك ونمد الطوارئ لزي الشرطه ما هي عايزه. لم يجرؤ واحد في فرنسا او في بلجيكا ان هو يتكلم على شرطه بلده وان في تقصير، محدش اتكلم اطلاقا لا في مطار شارل ابدو ولا في مطار شارل ديجول ولا في مطار اورلي ولا في مطار بروكسل ولا في الشوارع بتاعت بروكسل اللي حصل فيها اللي حصل، وللعين المجردة او لرجل الامن المدرب اللي فاهم اللي واعي يعرف ان هنا كان في ايه وهنا كان في ايه وايه اللي كان المفروض يحصل وما حصلش. ولم يجرؤ صحفي اوروبي واحد ان ينتقد شرطة بلاده او اي دولة من دول الاتحاد الاوروبي انتقدت الشرطة، لسبب لانه عايز شرطة بلاده تقوى وتمشي لقدام. مش احنا بنجلد الذات، ما بيبقاش فيه تقصير ونقول من الجهل او نقول من عدم المعلومات ان لا ده فيه تقصير. لا، طب جبت الكلام ده منين؟ حضرتك متخصص؟ لا ده انا عايز هيكل الشرطة. حضرتك بتفهم في الشرطة؟ لا هو كده وخلاص. يعني زي بعض من الناس اللي هم بيطلعوا ما لهمش حاجة غير ان هم يا يهاجموا الشرطة يا يهاجموا الجيش يا يهاجموا المؤسسات الدولة يا يظهرونا بالمظهر جلد الذات لهذه المؤسسات بلا وعي وبلا مفهومية. فقانون الطوارئ اللي يعترض عليه الوحش فقط، اللي هو إرهابي أو اللي هو بيساعد الإرهابيين أو اللي هو خايف أو اللي هو بيمولهم. انما المواطن العادي، طب ما قعدت الطوارئ 30 سنة في مصر ايام حسني مبارك ولم يشتكي منها احد الا الثلاثة دول، تاجر المخدرات، الارهابي، تاجر السلاح. لان كانت كان مجلس النواب وانا كنت عضو في مجلس النواب كان عامل قانون الطوارئ يطبق على تجار المخدرات
ويطبق على تجار السلاح ويطبق على الإرهابيين. ما حدش اشتكى إلا من دول وعائلات دول، ما هو كل واحد وراه ناس. يعني لما بص الاقي في القنوات الفضائية خلال الأسبوع اللي فات، قلبي كان بينزف دما إن فيه ناس وصل بيها البجاحة وقلة الأدب إن يعرضوا هذا الكلام ويدغدغوا مشاعر الشعب. يقول لك فلان الفلاني شاب يا عيني غلبان راح سوريا ومرض، وطلعوه يا ناس عشان يتعالج، ده غلبان، ده راح سوريا وراح أفغانستان وقاتل ودخل من جبهة النصرة وراح من ليبيا ورجع، والكلام ده كلته واخد حكم نهائي من محكمة فيها قضاء وفيها مستشارين، وتطلع واحدة تعيط في الفضائيات والمذيع أو المذيعة تقول لها معلش ما تعيطيش، إن شاء الله قلب الرئيس الرحيم هيطلعه. أطلع مين؟ لازم ندور على بلدي الأول قبل ما أطلع إرهابي أو أطلع خارج عن القانون بيعمل هذا الكلام في هذا البلد. هذه هي حقائق لابد أن نعيها، لابد أن نقف وراء جيشي ونقف وراء شرطتي ونقف وراء قضائي لنعبر المحيط. احنا دلوقتي معمول لنا حوائط سد. ايه حوائط السد؟ مشاكل اقتصادية افتعلت بمعرفة اوروبا وامريكا في عهد اوباما. مشاكل امنية افتعلت بمعرفة سبع اجهزة مخابرات كانت بتشتغل ضد مصر، وهذا الكلام معلوم ومعروف للناس. لكن هل الرئيس يتكلم في الكلام ده؟ لا، الرئيس ده راجل بيتعامل مع الدول دي ولازم ما يظهرش هذا الكلام على الهوى، والا كده يبقى احنا من ايه؟ بنقطع الحبال. يعني انما هو خلي حباله ماشيه، يمشي يتفاهم هنا يعمل هنا، انما احنا اللي نقول عشان نوعي شعبنا ده، نقول ان في سبع اجهزه مخابرات كانت بتعمل ضد مصر من 30 يونيو. يوم 26 يونيو لما نزل الشعب وفوض الرئيس كان وزيرا للدفاع في ذلك الوقت لمكافحة الإرهاب والعنف المحتمل، طلب الكلمتين دول الإرهاب والعنف المحتمل. طلعت أنا بعدها في كل القنوات الفضائية قلت يا رئيس الوزارة يا حازم بيه يا ببلاوي عايزين ثلاث قوانين على وجه السرعة: تطبيق قانون الطوارئ، طبعا ودن من طين وودن من عجين لان اتجاهه والناس اللي جايبينه والنائب رئيس الجمهوريه في ذلك الوقت كانت دي مدرسه. مفيش قانون طوارئ. عايزين قانون مكافحه الارهاب، مفيش قانون مكافحه الارهاب. عايزين قانون اللائحه الارهابيه، مفيش قانون اللائحه الارهابيه. وتن مدافع عن هذا لغايه ما اتزنق مره قال خلاص انا هعمل قانون مكافحه الارهاب، جماعه الاخوان جماعه ارهابيه، ندوروا على القانون ما طلعش ولا اصدره. واللي اصدر قانون مكافحه الارهاب والكيانات الارهابيه هو مين؟ ابراهيم محلب. بعد ما برضه ما طلبنا ورقنا نشف في هذا. ليه الثلاث قوانين دول مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية دول مرتبطين ببعض؟ لما أنا هكافح الإرهاب هينتج عني كيانات إرهابية اللي هي إيه؟ جماعة كذا وجماعة كذا وشركة كذا وشركة كذا إلى آخره. قانون تطبيق قانون الطوارئ انه هيديني حريه الحركه ان انا الم هؤلاء الارهابيين في الزمن والمكان اللي انا اقدر اعمل بيه. انا عايز ارجع فتره بسيطه للفتره اللي كان فيها يمكن محدش من القاعدين عاصرها، فتره سنه 54 اتلم 18,000 في فجريه ومشيوا تحت التراب وبقوا لغاية ما جم يخرجوا سنة 65 بقوا مرضى وعيانين ومفيش منهم حاجة. وشفت أنا بعيني 18,000 مصري يعني ولا غير مصري؟ ده مصري ولا غير مصري يا فندم؟ مين؟ 18,000 إيه؟ 18,000 إخواني إرهابي اللي اتلموا أيام محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر رحمة الله عليه، وهم اللي قتلوا السادات اللي طلعهم بناء على مشورة اتنين، عثمان احمد عثمان ومحمد عثمان اسماعيل، وكانوا اصدقائه.
وقالوا له ان احنا نطلع دول علشان نلم بيهم ايه الناصريين واليساريين.